صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. لبنان الحضارة، لبنان الثقافة، لبنان الفخامة، لبنان الجمال، لبنان هاني سماحة اللي عودنا بكل كتبه انه نتعرف على اجمل وارقى صورة للبنان ولبيروت، واليوم بكتابه الجديد اللي انا بتوقع انه يكون مبيعه كتير كبير لانه كتاب رائع جدا. بحب رحب بهاني سماحة معنا بفقرة كتاب. اهلا اهلا وسهلا فيك هاني. كتابك بيروت سبلندر تايملس إليجنس بخلينا ننسى شوي شوارع بيروت الايام مش كتير عذوقنا، بخلينا ننسى يمكن حالتنا اليومية اللي بتيأس، بخلينا نفوت على لبنان اللي نحلم فيه، نحلم نعيش فيه، لبنان الجميل والرائع. كتابك الجديد بعرف انك عملته اكيد بالتعاون مع المهندس العالمي جون لوي مانجي، تحية له اللي اشتغل كتير بلبنان واروع البيوت من الخارج ومن الداخل هو عاملهم. وخبرني قصة حب مع الجميل. اول شيء انا بدي اشكر حضرتك على هالاستضافة، وبدي اهنيك على البرنامج لانه ما بقى حدا يعمل هيك برنامج بلبنان. شكرا. وبدي اشكر الام تي في على هالفرصة اللي سنحت لي احكي فيها. اول شيء الكتاب هو يلي ببلش رحلة ري على متن هالكتاب المؤلف من 270 صفحة، بيرجع مثل ما حضرتك قلت لعز الماضي، لفترة البل ايبوك تبع لبنان، للجخ وللرقي اللي كلنا عنا صورته بالاسود والابيض. بقى هيدا الكتاب حول الصورة من الاسود والابيض للملون. نعم. وفرجة خفايا وخبايا من قلب بيروت للناس اللي ما بتعرف شو في بهالبلد الحلو تكتشفه بهذا الكتاب. ما في شك صورة رائعة لبيروت، وأصلا هيدي بيوت موجودة، كنوز مخبية، يعني صحيح. أنت عم بتخلينا نفتح كأنه عم نفتح كنز وعم نتفرج عليه. مزبوط. من جوا لأول مرة، لأول مرة بيتصوروا هالبيوت اكسكلوزيفلي للكتاب. نعم، بدي اقول انه انت اول مرة عم تطلع على التلفزيون عم تحكي عن الكتاب اللي وقعته من كم يوم. بس صحيح، اكسكلوزيفلي عم نحكي عن الكتاب هلا عند حضرتي. نعم، عودتهم للمشاهدين على طول، لازم دائما نعوضهم. بدي بس اعرف المشاهدين كثير سريعا على حضرتك. من مواليد هاني سماحة، من مواليد بتغرين، وحائز على اجهزة بإدارة الأعمال من جامعة سانت بول تي بول من شيكاغو، وحضرتك بتنتقل ما بين بيروت والولايات المتحدة. صحيح. على طول. وتراجعت بعائلة متذوقين الفن والتحف. صحيح. وربيت بهالجو الجميل، واليوم أصدرت عدد كبير من الكتب، منهم Inside Beirut، Beirut Interiors، Inside Fara، Palaces of Lebanon، The Lost Heritage، كتاب أخذ ضجة كبيرة. صحيح. و ريمون شويتي، Royal Weddings and Events، كتب حكينا عنهم سابقا بكتاب. واليوم بيروت سبلندر تايملس إليجنس، اللي هو الكرام دو لا كرام، اللي هو من تتويجة هالكتب. تتويجة هالكتب. هلا كمان رح نطلب من الريجي نشوف بضع من هالصور. أكيد. الرائعة اللي هي بتحكي عن حالها، لأنه قد ما بدنا نحكي ما بنقدر نعبر عن هال مش بيوت، إن تحف. صح. تحف بحد ذاتهم. كنتوا مثل ما قلنا اكيد منشوف اغلبيه البيوت من اعمال جون لوي مانجي العالمي، كيف صار التعاون معه؟ كيف فكرت انه يعني تتعاون معه لهيدا الكتاب وليه هو بالذات؟ تخبرك القصه ببساطه. نعم. انا كتبي سبقوني لعنده من انسايد بيروت لبالاسز اوف لبنان. نعم. وقتها مسيو مانجي شاف هالشغل وشاف هالكتب، صادف الوقت انه انا رحت تعرفت عليه وناقشنا الموضوع انه لازم كل الناس تشوف هالاشياء الحلوه المعموله بلبنان. يعني بتشوفي بامريكا مثلا ولا بيوروب كل هالبيوت الحلوه بتتصور وما في مشكله ابدا انه الناس تشوفها. نعم. بينما بلبنان في شيء بعده مخبى، تابو، وصعب تفشخي هيدي الخطوه تفوتي. نعم. على حميميات الناس وتظهريها للخارج. نعم.
والفنان وخاصة مثل مسيو مانجي ما حدا بياخذ معه شيء، بس بيخلي وراه شيء. حلو. وإذا واحد ما خلى وراه شيء مثل كأنه ما عمل شيء. ما في شك. وفي كثير بيوت حضرته منفذها راحت بتتغير، بتنباع، الناس بتتوفى، بيتغير الديكور، بقى العمل كله بيروح. بقى ليش ما منوثق هذا العمل بكتاب مثل هالكتب اللي انا عم بصدرها؟ نعم. وصار التعاون بهالطريقه. نعم. اكو حال عم نشوف الصور الرائعه عم تقطع هلا على الشاشه. بنعرف انه انتم فريق عمل على هيدا الكتاب الرائع اللي فيه مثل ما قلت اكثر من 270 صفحه من اجمل واروع المنازل ببيروت. حدث في المصور اللي تحيه له البير سيئلي بحييه، هو منه موجود بلبنان هلا. نعم. بس انا بحييه كمان، صوره رائعه. شوفي، ما في عمل ناجح شخص واحد فيه يعمله. ما في شك، في اكيب، الاتحاد قوة. هو الاتحاد قوة، في اكيب بده يشتغل ويتعاون سوا فيطلع هيدا النجاح. نعم. بما انك ذكرتي البير انا بحييه اكيد، وكاتبه النصوص فيليبا كلاير اللي هي انجليزيه وكل النصوص يعني مش رائعة. بدي اقول انا لانه كاتبة بتحس انه عم بتفوتك بسحر هالبيوت وبحلم، يعني عرفت مع انه كتير ديسكريبتيف، يعني بتحس صحيح. انه فاتين بادق التفاصيل ولكن بطريقة كتير سلسة وحلوة وفيها شوية شعر وشعر وبترغب القارئ انه يقرأ. انا هون بدي افتح برانتاز. نعم. مش مهم الكتاب يكون في صور ولا ما في صور، هيك انواع كتب لازم واحد يتعلم منها شيء. نعم. يعني وقت واحد يقرا تشابتر اذا حاب يتعلم الفرق بين الويكانز والويساز يقرا، اذا فرق يعرف شو هيدا الرخام ومن هيدا الرخام يقرا، يعرف شو الفرق، يعني يتعلم منه شيء، مش بس انه الصور حلوه وبنسكر الكتاب وبنحطه على الرف. نعم اكيد، لانه النصوص هي اللي بتفسر لك عن جمال هالصور اكيد، والغنى اللي فيها واكيد كمان ساره المترجمه ساره الخوري. صحيح. كمان تحيه لها اللي ترجمت من الانجليزي للكوبي رايتر، هي اللي بتصلح التكست ومنروتشه سوا. نعم حلو كثير. قد اخذ هالوقت هذا الكتاب معك؟ انا ما بسميه كتاب، بسميه حلم. نعم. بسميه سفير لبنان. نعم. لانه هيدا الكتاب اذا بدك تسميه كتاب صحيح هو مؤلف من ورق وصور، بس هو من وقت ما تفتحي قصته من اول صفحه لاخر صفحه بتحلمي، بياخدك من شابيتر لشابيتر، ستان فواياج، من بلد. نعم. لبلد، من عالم لعالم، كل صوره بتخليك تقولي يا ريتني انا عايشه هون. أكيد. شو الشعور انه اكون قاعده على هالمحل وما بها على هالفوتاي. نعم. يعني هو قصه حلم. نعم. الكتاب اخذ بالسنتين من العمل المجهد يوميا، يعني نعم. تقدمنا طلعناه بهالوقت القياسي لانه مسيو مانجي كثير مشغول بيضل بأسفاره. ما في شك. بقى كان عمل قياس انه نطلعوا الكتاب بهالوقت. نعم. على كل حال هيدا تكريم لبيروت وتكريم للمبدعين مثل جون لوي مانجي. صحيح. وانت على طول على كل حال سفير المبدعين. ثانك يو. ومستمرين بهالصيف. نعم. هيدا الحلو انك، لانه المبدع ما بيفكر يحكي كثير عن حاله، ما عنده وقت، ويمكن عنده كمان نوع من الهيوميليتي، يعني ما بيحب بكون متكبر، وهذا هذه صفة رائعة انه ما يكون انسان متكبر، لما بيكون ناقص اذا بيكون متكبر اصلا. هيدي الصفة بيتمتع فيها مسيو مانجي. مضبوط. يعني حلو انه يكون في ناس مثل افضالك عم بيخلوا هالاعمال الرائعة من يعني تضلها خالدة. ولا 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 بيروح كل شيء. ما في شك. مثل ما قلت حضرتك انه مقسم الكتاب الى 16 قسم. صحيح. والحلو انه بيفرجي بكل قسم بيوت معينة بستيل معين بمميزات معينة. هل ومنا عصرية، منا كلاسيكية، يعني منا فيها تحف. صحيح. بيوت فيها تحف. في تركيز كثير بالكتاب على التحف. مزبوط. يعني لاحظت بتشوفي تشات جنرال فيو بالكتاب، بس في تحفة مهمة تصورت ونحطت ان برسبكتيف لحالها. نعم. لأنه هو اللي وانكتب عنا ومن وين اجت وكيف كل تاريخ كل قطعة. كل التاريخ. نعم. لأنه شو اللي بيميز لبنان عن غير بلدان؟ هو هالاشياء النادره اللي بنتمتع فيها بالبيوت. نعم. يعني وقت يكون عندك كومود لوي 14 ولا كومود للينك ولا لداسون، حلو ينحطوا وينشافوا، انه مش بس بباريس ولا بنيويورك موجودين، لا موجودين ببيروت. في شك، اصلا كتابك لمتذوقي
الفن، يعني ما في يقول انه كتاب اكيد مين ما بيحب يقدر يقريه، ولكن رح يستمتع فيه ان متذوقي الفن واللي بيحبوا يعيشوا حلم الاناقه. في كثير ناس يعني بلبنان ما عاد محل الكتاب على الرف، في كتير ناس عم بيزينوا بيوتهم بهالكتب، يعني مثل كتبك اكيد خارج بينحطوا على الطاولة، ما فيش اكتر كوفي تيبل وبينحط عليهم اوبجي، صار هو اليمان تزيين بحد ذاته الكتاب. هيدا اللي عم بتقوله مزبوط كتير، عم بلاحظه، وخاصة بكتب مثل كتبك هاني، كتب اللي بتكون كتب يعني ريفرنس الفن وبتروح مع جو البيت، ما فيش لانه برا ببلاد برا بيزينوا البيوت بالكتب. نعم، الكتب مانا بس محلها على الرف، بيزينوا البيوت بالكتب. ببيروت انا شفت هالظاهره بلشت تنتشر، يعني واللي شيء اللي حلو، ونحن عم نزين كمان استوديو بالكتب دائما بكتاب وانا مثل كمان رساله انه يكون الكتاب اليوم مش انه هدونا كتاب، عن جد في ناس ما بتعرف شو عندها بمكتبها بمكتبتها عدد بالبيت عدد. بس انه حطينا الكتاب وبصير هالقد سمكه يمكن الغبر عليه. الكتاب هو اليوم تحفه بحد ذاته، خاصه اذا كتاب بمضمونه غني. يعني اليوم نحن من خلال كتاب عم نجرب نوصل مش قصة بس كتاب، قصة كاتب، قصة قضية، قصة بيروت الجميلة مثل ما حضرتك عم بتحكي عنها. فينا نقول انه هالبيوت مثل بيوت ألف ليلة وليلة، وأول ما كانت ردة فعلي وقتها شفته قلت أنه هم موجودين بلبنان، من هم أصحاب تلك البيوت؟ بمجرد أنك قلتي أنه إذا موجودين بلبنان أو لا نجح الكتاب، لأنه كانت فكرة الكتاب أنه وقت تسكر الكتاب تتفاجأ أنه موجودين بلبنان. يعني هو الكتاب إذا بدك صحيح أنه البيوت هنا للأغنياء، وصحيح أنه البيوت هنا للريتش أند فيموس، بس مين ما كان بيقدر يعمل شيء قريب من النتيجة اللي موجود بالكتاب. نعم، يعني هو تتفرجي أحلى شيء الذوق، يعني الذوق الرفيع الموجود، مزبوط. يعني تتفرجي أحلى شيء بدك تفوتي عند الناس اللي هن قادرين ماديا يعملوا هالشيء، نعم، تنصوروا ونسوقوا للخارج ونفرجي صورة لبنان المضبوطة. ما في شك، لأنه هيدي يعني فينا نقول عينة من الشعب اللبناني، مثل ما قلت انه اكيد اغنياء يقدروا يعني يعملوا هيك بيوت، هن كمان قسم من لبنان اللي لازم كمان نفرجيه للخارج، ويمكن هيدي الصوره بتجيب كثير ممولين ومستثمرين اللي بيقولوا لا لبنان بعده، اذا بعد في ناس قاعده عم تستثمر فيه، يعني لبنان بعده على اشي. بعدين في شيء كثير مهم، انه وقت يكون في هيك بيوت بلبنان وهيك تحف، هو البيت مش كناية عن طاولة ولا كرسي ولا حيط مرسوم ترومبلوي، يعني في ناس ورا هالبيوت، في عز وفي في روح، في روح، في رقي. نعم، وقت واحد يكون عنده هيك قطعة فنية في رقي في مكان ما بلبنان بعده موجود، هيدا يعني أكثر من قصة بيت، هي عن الناس اللي ورا هالبيوت. ما في شك، البيت اليوم هو صورة الإنسان، هو صورة خيال الإنسان. ما في شك، يعني فيك تعرفي شخصية ست من بيتها 100%. هيدا بعلم النفس موجود، صحيح. إنه إذا مرة بكركبي بضل بيتها مكركب، إذا مرة كتير مرتبة، إذا مرة عندها عقد بتشوف بيتها كله مسكر على بعضه او مفتوح، هذا كله. والبيت كيف معمول بيريح كمان النفسيه، يعني هذا علم من وراء، صحيح. فن الديكور. كمان بنلاحظ انه فتوا بادق التفاصيل مثل ما قلنا عن التحف، عن الجدران، عن الفرش، عن المدخل، عن القماش، الرخام، المشغول في رخام بالكتاب قد رخام الفاتيكان. نعم، يعني جون لوي مانجي بيشتغل بالرخام مثل التراب. نعم، يعني بيقلبوا للتراب بين ايديه، يعني في 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 الاتنشن تو ديتيل بالكتاب، مش بس انه صورنا صور. نعم، لا، في تركيز على الديتيل، على المسكه، على اجر الطاوله، لاحظت، على الديزاين اللي مثل مانجي عامله. نعم، اللي هو فريد من نوعه. نعم، اللي هو يعني بغنى عن التعريف، يعني عملاق مدرسه بالانتيريور ديزاين. ما في شك، مثل ما حضرتك من هيك من الكتاب فينا نقول انه لمتذوقي، يعني صحيح. الفن، لانه عن جد بكل صفحه بيقدروا يحلموا، يعني حلم. عم بياخذوا عم بيعصروا عصر كل صوره وكل مزبوط.
فرش وكل، يعني رائع جدا. لاحظ انه الاساليب البيوت مختلفه جدا، يعني بنلاقي انه في بنفوت على بيت كثير كلاسيكي، بيت كثير ستيل لوي 14، بيت ريفي، بيت جبلي، بيت على البحر. على اي اساس نقيت كل هالبيوت؟ هل تترضي كل الاذواق او بس نقيت البيوت اللي مسيو مانجي شاغل فيها؟ لا، هدول البيوت هن عينه ميكروسكوبيك من ارشيف مسيو جون لوي مانجي. مثل ما حضرتك تفضلت، اكثريه الكتاب هو بيميل على الكلاسيكال، لانه بالكلاسيكال هونيك فيك تفرجي روائع وجمال البيوت والقطع الفنيه المخبيه بهالكنوز. بس في كم تشابتر بالكتاب انخرقوا، خرقناهم تنزيد نكهه، يعني متنفس بالكتاب اذا بتحبي، يعني ما يكون كله تقيل تقيل، بيجي بمطرح بتتنفسي فيه استراحة المحارب وبترجع بتكفي على تشابتر ثاني. حلو كثير. الحلو فيك هاني انه متذوق الجمال، والانسان اللي بيحب الجمال يعني بيعطي نظرته للاخر، وبيخلينا نحن نحلم كمان انه ونكون عندنا متفائلين انه في صورة تانية. صحيح. من لبنان. وفي وفعلا في، وعن جد في. طب خبرنا أكثر، هيك قطعت أنت مرور الكرام على الأصحاب البيوت، وكنت قايل لي من المقدمة إنه كثير صعب بلبنان تفوت تدق على بيت وتفوت على حرم البيت. كيف صار؟ يعني كيف قبلوا دغري إنه تصور البيوت وتحطهم بالكتاب؟ توصلنا قدرنا نعمل هذا الكتاب، هو مشوار طويل وعسير. يعني انا وقت بلشت انسايد بيروت كنت بعدني ستودنت بشيكاغو بالجامعه، وجتني الفكره اعمل كتاب وسوقه للعالم ويشوفوا عالم شو في بقلب هالبيروت اللي ما حدا، اللي بيعرفوا عنها بس ما بيعرفوا شو فيها. تيرورست بس مش اكثر من هيك. هيدا السيد المعروف فيه. بقى وقت كنت عمري 23 سنه، وقت تحكي مع اصحاب البيوت انه بدك تعمل هيك كتاب، ما بيعرفوا شو هو العمل النهائي اذا يوافقوا ولا ما يوافقوا. بقى المعارف لعبت دور مهم كثير بهالحرب هيدي، انك تفوتي وتاخذي هالبيوت، لانه أكيد. اصعب شيء تفوتي على بيوت ويقبلوا اصحاب البيوت انه يصوروا، ما انه بالعمل مهم، يعني بالصعب الناس بيفكروا انه لا بلبنان بيحبوا هالشيء. لا بالعكس، بالعكس ابدا ما بحبوا يفتحوا العيون عليهم كمان، ولانه عايشين بكوكون معين ما بيحبوا، مجتمع مخملي ما بيفكروا انه كل كثير العالم بيحبوا هذا الشيء. تخرقي هذا الجدار ما في شك، بدك تخرقيه بطريقه معينه مع هدول الناس. نعم. على كل حال رسالتك هاني رساله جميله، لبنان رح يضلوا لبنان رائع، هو لبنان الحضارة والثقافة. صحيح. نحن منجرب على طول انه نحافظ عليه ونفرجي اجمل صورة له، ونحن منتشكر على هالكتب الحلوة. اكيد انت بلشت هلا ببروجي جديد، ما عندي شك. طبعا انا وقت اعمل كتاب وخلصه ما بقى اطلع فيه. نعم. سلمه وبتكون عم تطلع على الفيوتشر. على كل حال ان شاء الله على طول تكون عم تطلع على الجمال اللي على طول موجود بكل شيء، وخاصه بلبنان. ثانك يو. انا هون بدي اتشكر كل اصحاب البيوت اللي سمحوا لنا نفوت ونصور. ان شاء الله ما نكون عذبناهم. لانه لو ما منهم هن ما بيطلع هذا العمل، والناس ما بتشوف شو فيه بخبايا بيروت. ما في شك. على كل حال نتشكر كمان على استضافتك اليوم، كانت حلقه مميزه وحلوه، وان شاء الله نرجع لك هنا قريبا نشوفك لكتاب جديد. وانا بشكر الام تي في على استضافتك. ميرسي كثير. مشاهدينا الكرام، انا بشوفكم نهار الثلاثاء وبقول لكم بون ويك اند، استفيدوا من الطقس الحلو. هلا بنبقى مع بريك.